السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاجل جدا الدرك الوطني الجزائري يوجه رسالة مهمة جدا للجزائريين. إيه هي الرسالة؟ نعرفها مع بعض، لكن لا تنسوا الاشتراك واللايك والشير والبرتاج للفيديو. أوصت قيادة الدرك الوطني المناصرين الوافدين إلى ملعب نيلسون مانديلا لحضور نهائي الشان بالتقيد بالتدابير التنظيمية المعلنة من أجل ضمان السير الحسن للحدث. وطالب رئيس مصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني المقدم بزيو عبد القادر والوافدين إلى الملعب بعدم جلب سياراتهم الخاصة وعدم ركنها بمحيط الملعب والطرق المجاورة تفاديا لعرقلة المرور. ونصح المقدم عبر فيديو خاص على صفحته طريقي مستعملي الطريق باحترام وقواعد المرور أثناء السير، داعيا إلى التوجه إلى الملعب عبر الحافلات المخصصة للحدث، ودعا المسؤول ذاته إلى تجنب جلب كل ما لا يسمح بإدخاله إلى أرضية الميدان، وأيضا تجنب القيادة المتهورة خلال الاحتفالات. وذكرت القيادة المناصرين بتقديم تذاكر المباراة مشيرة إلى أنه لا يسمح لمن لا يحوز على تذكرة بدخول الملعب. ويذكر أيضا أن المنتخب المحلي سيلتقي نظيره السنغالي في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين الشان غدا السبت في تمام الساعة 8:30 مساء بملعب نيلسون مانديلا. بنتمنى طبعا التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، ولا تنسوا الاشتراك واللايك والشير والبرتاج للفيديو، والسلام عليكم.